السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا سفنج بالسميده، كيجي خفيف بزاف، ما شاربش الزيت وسهل في التحضير بدون دلك بدون تعب. غادي تشوفوا معايا دابا المقادير والطريقه في نفس الوقت، تبعوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير بالضبط غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نديروا هنايا الدقيق والسميده، غادي نزيدو الخميره ديال الخبز والسكر، الملحه غادي نخليوها حتى للاخير، وغادي نضيفو 3 الكيسان كلهم ديال الماء. صافي ونخلطو كلشي غير بالطراب اليدوي. من بعد ما خلط غادي نغطيه ونخليه المده ديال 10 ديال الدقائق. غنخلي هنايا الخليط مده 10 ديال الدقائق حتى كتفاعل لينا ديك الخميره وكتطلع. هنا ما دازت 10 ديال الدقائق كتشوفوا راه ضعف الحجم ديالو شويه، غادي نزيد الدقيق، غادي نزيد هنايا جوج كيسان ديال الفورص، وغادي نشوف الا ما تجمعش ليا العجين غادي نزيد الكاس الثالث. ودابا عاد غادي نضيف الملحه، ما غادي ندلكو العجينه ما والو، غادي نحاول غير نجمعوها وصافي نخليوها تخمر عاوتاني المره الثانيه. هذا الكاس الثالث ديال الدقيق، وندمجوا هذا الدقيق مزيان مع هذوك المكونات حتى ما كيبقاش لينا طحين مكور، وصافي غادي نغطيوه ونخليوه يخمر تقريبا ربع ساعه حتى نصف ساعه على حسب الجو، المهم حتى يبان لكم الحجم ديالو الضعف. بعد ما خمر ليا العجين ديال السفنج كيضاعف الحجم ديالو، كناخذ هنا شويه ديال الماء. وبالنسبه لهاد الكرات اللي درت في الاول راني رجعت قسمتهم على جوج، هما هادو ضروري ديروا كويرات اللي يكونوا صغارين. صافي كنبداو كنشكلو بحال هكا، المهم رقوهم قداش ما كانوا رقاقين يجيكم السفنج زوين. حطيتها هنايا في المقله اللي فيها الزيت قليله، وبالنسبه للكاسرول درت فيها الزيت كثيره. المهم السفنج كنطيبوه في جوج مقلات، المهم المقله الاولى فيها الزيت بكميه قليله والكاسرول كيكون فيها الزيت كثير باش كتبقى السفنجه عايمه فوق الزيت. كنحطوا السفنجه في المقله اللي فيها شويه ديال الزيت وكنخليوها غير كتشد فراسها شويه، يعني ماشي كطيب ولكن غير كتشد فراسها شي شويه، هانتوما كيف كتشوفوا باقا ما طيباش. وكنحطوها في الزيت اللي كتكون كثيره، كنرشو عليها الزيت بحال هكا غير واحد شويه، وكنعاودو نكرروا نفس العمليه، كندهنوا يدنا بشويه ديال الماء وكنشكلوا الحبه ديال السفنج وكنحطوها في المقله الاولى.
كان هذا هو الشكل النهائي ديال السفنج، نتمنى يكون عجبكم، جربوه اكيد غادي يعجبكم. كيف كتشوفوا كيجي هشيش وبسرعه كيتقطع، يعني ما كيجيش قاصح وفي نفس الوقت ما شاربش الزيت. إذا عجبكم الفيديو كيف العاده وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يتواصلوا معايا، هذا انستغرام ديالي، دخلوا عندي ديروا متابعه، واللي بغات طرح شي سؤال مرحبا نجاوبها بكل فرح. خليتكم على خير، السلام عليكم.